طيب صالح، هاخد منك رسالة لجمهور الأهلي ووعد هتوعدهم بيه قبل ما نختم الحلقة، هتقول لهم إيه؟ أول حاجة الرسالة وبعد كده الوعد. الرسالة زي ما احنا سمعنا طبعًا إن اتكلموا في حتة إن لازم يبقى في مساندة جماهيرية لصالح جمعة خلال الفترة اللي فاتت، خاصة إن صالح بقاله بعيد فترة بعيدة عن المباريات، الجمهور يقف جنبي خلال الفترة اللي جاية، دي حاجة. تاني حاجة إن زي ما أنت قلت وزي ما كابتن سيد قال إن ربنا أنعم عليك بحب الناس دي، دي حاجة إن أنا يعني أنا أتمنى إن أنا ما أخسرهاش، دي نعمة كبيرة لازم الواحد يستغلها في حياته. فطبعا أوعد الناس خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله إن من أول يناير بإذن الله هيبقى في شكل جديد، هيبقى في شخص جديد جدا بيتحمل المسؤولية، راجل يعتمد عليه إن شاء الله.